وإياكم إلى منافسات جودو والنهائية المرتقب بين الجزائر بالأرقاع وفي هذه الأثناء لوزن أكثر من 100 كيلوغرام رفقة موفدنا إلى قاعة الميريديان محمد نجيب هنان. نجيب أهلا بك مجددا. الآن في هذه الأثناء المصارع الجزائري بالأرقاع يواجه في مواجهة نهائي، إلى أي مدى ترى حظوظ الجزائري بالأرقاع في التتويج بالميدالية الذهبية وربما لتشريف الجودو الجزائري في هذا اليوم، في هذا اليوم خاصة وأنه حصدنا فقط ميدالية فضية في منافسات الجودو؟ مساء الخير، اهلا وسهلا. طبعا في هذه الاجواء الخياليه التي يصنعها جمهور واحد اسمه الجمهور الجزائري نعم ضد سلوفيني فيتو، طبعا سلوفيني، نعم سلوفيني دراجيتش فيتو الذي ربما يظهر بانه منافس قوي جدا. طبعا كذلك من مره اخرى يلتحق بنا عثمان فالت عضو المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري ليجيدوا من اجل التعليق على هذه المباراه مباشره. طبعا حظوظ كبيرة جدا عثمان، أكيد أن ربما لاحظنا بالقرع أو بالرقعة عفوا بالرقعة ربما باللقعة. تركيز كبير جدا قبل 35 أو نعم بالرقعة نعم بالرقعة محمد صفيان قبل ثواني قليلة من نهاية المباراة ربما تركيز كبير جدا. نعم احنا رانا نشوفوا بلاد نهائي مغلق تكتيكي أكثر منه تقني، كل مصارع يعرف الخصم تاعه. شفنا باللي كاين نديه كبيره وتنافس كبير على الكيميكا طاعي المسكه، الى انه يقول ان العامل البدني والتركيز اي العامل البسيكولوجي هو اللي يكون الفيصل في هذا النهائي. ان شاء الله يكون هذا العاملين يكونوا في صالح الجزائري برقعة ان شاء الله. عثمان طبعا ربما الانذار اللي اخذاه ربما علامه وزاري السلوفيني للاسف قبل 7 ثواني قبل 7 ثواني طبعا نتيجة ربما غير متوقعة، سوء تركيز خسارة في لحظات الأخيرة، ربما خسارة مرة جدا خاصة وأنه منافي طبعا مصارعنا الجزائري كان شايد زمام الأمور. نعم في هذه النهائيات وهذه المباراة من هذا النوع التركيز والعامل البسيكولوجي عنده دور كبير في تحديد النتيجة. شفنا بلي المصارع تاعنا بالرقعة كان مهيمن على الصراع في جل أطوار المنازلة، لكن للأسف ثواني قليلة من سوء تركيز جعلته يتلقى علامة وزاري بعد قام الخصم بحركة إيبوسوناكي. والحمد لله يا ربي نجمو نقولوا بلي أنه ميدالية فضية للمصارع بالرقعة نتيجة جد إيجابية في لا يجب أن نخجل بها، حاجة كبيرة. نعم حاجة كبيرة في دورة من في مثل هذا المستوى، الحمد لله يا ربي. حتى المصارع سلوفيني فيتو مصارع لا يستهان به وعنده من الامكانيات ما تؤهله ليكون بطل كبير. شكرا لكم. في انتظار ان يلتحق طبعا في انتظار ان يلتحق بنا البطل الجزائري الذي ربما بعد قليل سيلتحق بنا. سنحاول رصد تصريح ساخن على المباشر. طبعا تحيه من الجمهور نجيب. مبروك عليك شامبيون، مبروك عليك كلمه في هذه المناسبه. طبعا فضيه ما لازمش تخجل بها اليوم. الحمد لله يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر كاع الشعب والحمد لله يا ربي ماركينا الدوزيام بلاص، جبنا الدوزيام بلاص. واش تقول للجمهور هذا اللي يساندك ربما؟ يا خويا كفر خيرهم وربي يحفظهم ان شاء الله. نشكر نفكروا كاع الشعب الجزائري نشكروا. ما كتبتش فيها خير ان شاء الله. ربي يحفظك. في اخر ربما كانت مره كي ضاعت لك مع الاخر. ربي يحفظكم خويا. يعطيك الصحه بارك الله فيك. طبعا اكيد ان النتيجه لا ترضيه لانه كان ينوي الذهاب وكان يريد التتويج بافضل نتيجه ممكنه. شكرا لك نجيب. طبعا مشرفه جدا ولا يجب ان يخجل بهذه النتيجه. نعم شكرا لك نجيب. اذا محمد صفيان بالارقاع يكتفي بالتتويج بالميداليه الفضيه في وزن اكثر من 100 كيلوغرام في منافسات جودو ونعود